السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين ومن ربنا قريبين. صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة، في مرة صورت سنابات ما بين أمي وأخويا، كان في بينهم مشكلة. دحين بنزل لكم السنابات وبعدين بقول لكم كذا خبر مفاجأة لكم. خلينا نتفاهم. تعال. أيوه هذا هو؟ أيوه هو ذا. ليش بك تزعل أمك؟ فكت تشير. طيب ليش تزعل أمك؟ فك التيشيرت، شوف كيف شكله الحين. ايش الموضوع؟ ايوه قل له. انا نفس الموضوع. شوف كل ما جبت نفس الموضوع. ليش ما تبغى تتزوج؟ ليه ما بنكد مشاكل يا اخي؟ مين قال لك انه الزواج نكد ومشاكل؟ هيا بالله عليك كله. انت تبي تقول لي؟ قل. ايش اقول؟ الزواج فيه نكد ومشاكل؟ مين هو الزواج؟ احلف قول ما في والله نكد ومشاكل. مين كيف؟ ها واضح من وجهه يا واد. ايش بو ايش بك ارتبكت وما انت على بعضك؟ مين النكد ومشاكل ده؟ الزواج ما في نكد ومشاكل. ما في نكد ومشاكل، في تفاهم، في محبه، في رحمه، في موده. ايوه ايوه صح. في رأفه. الا في طلعه برا البيت. لا أيوة. تربطك الحرمه، تعرف تخليك فين تروح فين تيجي. شعبة ما أسمع لا كلامك ولا كلام. صلى على النبي. إلا يمشي كلام. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا. عليه الصلاة والسلام. فك يدي. أهو. أيوة. نحن عائلة متحضرة. أيوة. عائلة متفاهمة. أدري. والباين. والعائلات المتحضرة يا أمي. أيوة. والمتقدمة. أيوة. يتركون حرية الرأي. صح. لعيالهم. وهذا عيالهم. هذا عيالنا. عيالنا يسمع كلام. انت ما تبغى تتزوج صح؟ لا خلاص، رايه حر، ما يبغى يتزوج غصبا عنه، ودين امك يتزوج. أوف. ورب الكعبه تتزوج غصبا عنك. ايوه حلفت. ايوه احلف. ايوه ليه حلفت؟ شخصنتها. ايوه شخصنت امها كمان. معك شهرين. ايوه اتزوج وخلف. كيف فهمني؟ اتزوج عادي والولد اطلبه منه، ندبر نفسك. بعتني. حلفت. ايوه هذا الكلام انسى. لا ما نبغى لا عاد. صلى على النبي. انا بجلس اتكلم معه والله، وباذن الله حيتزوج خلاص. ما ينفع يا امي، ترى ما شاء الله في الثلاثين عمره. باذن الله يتزوج. خلاص انت عارف الزواج راحه. مين؟ الزواج راحه نفسيه. لا استقرار. صح. لا تنسى في موده. لا ورحمه. لا والفه. لا يا واد ايش بك كل هذه في الزواج؟ فانها ما اشوفها. يا واد استحي. امزح والله. ادري تمزح لان انا شايف. الف 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 مبروك على الخطبه. واخيرا تفضل ندلعك اليوم تستاهل. لا ما في احد. اخيرا ابشركم، امي حققت هدفها. 4 سنين تقنع فيه. ادخل مبسوط على الخطبه. بكره حيتنكد عليك كثير. اجلس ايش اللي غير رايك؟ اجلس مبسوط ها؟ حتزعل بكرة كتير. مهما كانت الحالة صعبة ومستحيلة، الله دايما بيفاجئ بحلول تفوق عقل البشر. اللي انت شايفه صعب ربنا حتتله أفضل خطة علشان يتحقق. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اطمن. ارحب. الله يوقيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اخباركم؟ خير. طيبين؟ خير. كلكم بخير؟ خير. جاي نسلم عليكم. اي تفضل. عندي اعلان ابغى اصوره عندك. الصاله حقتك حلو. عندي اعلان والله ضروري لازم انزله الحين، تاخرت. يعني صريح بشكل مفجع بصراحه. قول الصدق من جد. والله جاي بس اصوره اعلان يعني ماشي. طيب عندي لك خبريه. ايش؟ شفت السفرة اللي قلت لك انه انا مسافرة بس انا والكحلي؟ ايوه. انت معنا. محمول مكفول. لا والله محمول مكفول. محمول خلاص انا ما عاد ابغى ما له وعي. لا خليه. طيب انت عارف احنا فين رايحين؟ مدري.
اسمع انت فين تتوقع؟ والله ان شاء الله انها مكان كويس، امستردام، اسبانيا، ايطاليا. ايش بكتبها؟ لا تقول لي بس شيء جديد، شيء مو عربي. الطيارة كم ساعة؟ الطيارة كم ساعة؟ اوه ساعات. انا موافق، ما ابغى اعرف الدولة، موافق. ساعات كثير. ايوه موافق. بعيد انا موافق. الله يا رايد، شوف جايب لدودي هدية يعلم الملاكمة. كيف الله يا أخي، والله عشان يصير أكشن. يلا بوكس هنا. الله عليك. يلا هذي بهذي. يلا هنا حبيبي، مو هنا. أيوة كفو. هذي بهذي بهذي. أيوة أيوة هنا. خلنا بيضا بيضا بيضا. الله يا ياخذك يا شيخ، روح درب ولدك. انا اسف، اعطاني واحد الله ينعم. شاطر عمو. يا اخي شكرا، تطيب تطيب داود، تطيب تطيب. شوف العودة والله تطلع بكثافة اكثر من الجمر حتى. سلمي احلم دوب احتمال ال وينك؟ ما شاء الله والله نزلها والله انت والله امزح مدود والله امزح مدود دخل في عيني والله حبيبي يا ولدي مستحيل يا ولد دخل في عيني مرة عيوني صار. تعال شوف ربسك الساعة. يلا شوف ما شاء الله يا دودي ما شاء الله. إيه تخطف وانت؟ ايش بك يا حيوان؟ اخو السعد ايش يقول؟ ايش بك يا حيوان؟ لا لا مو حيوان، ايش قلت؟ اخو سعد روحت امي. لا ايش قلت قبلها؟ ايش بك يا ايه؟ روح يا واد، روح يا واد. روح يا واد. يا حبيب حبيب ولدي حبيب. الله يجعلني هداك يا شيخ. أجل حبيب يا رايد. يلا شوف والله جننوا بس جالس يدربوا هذا يعني. أخي أحبك يا ريودي، استحمل يا ريودي. أيوه كفو كفو. حلو قوه. روح العب جوا، روح العب جوا حبيبي. الله الله ياخذك. الاخلاق وسط، الاخلاق وسط، يعني لا تزودونها معي تنزلها وسط، خلوها وسط العادة حتى.